يخلي باله ان يكون مصفى زي كده، عشان الشكاوي بعد ما الزبون بيروح البيت بيفوجئ ان الكيلو نص كيلو، يعني يخلي باله مثلا كده. ده جمبري على المصفى لاي زبون، مش ده عشان بايع سمك واقف بيشتري مني، لا ده لاي زبون يخلي باله ان هو بيشتري ايه، بياخد في الكفه ايه. يبص بتمان منين؟ من عينيها ومن جسمها. اه ازاي بقى؟ السمكه بتطلع على النبي طول ما عينيها صاحيه كده ومغشوش احمر كده ولحمها جامد، تعرف انها طازه. تمام؟ تعرف انها صح. ليها طازه.